الحكومة تعمل على استيراد شحنة من القمح تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 مليون طن من روسيا في خطوة لتغيير شروط الاستيراد. هذا الإجراء يهدف حسب الخبراء إلى إرساء الشفافية وتطبيق معايير موضوعية من أجل اختيار موردين جدد كبديل للسوق الفرنسية والعمل على التقليل من فاتورة الواردات. تتخذها الحكومة في المرحلة الأخيرة تهدف إلى هدفين أساسيين. الأول هو إرساء الشفافية وتطبيق معايير موضوعية من أجل اختيار الموردين، والهدف الثاني وهو محاولة تقليص أكبر قدر ممكن من فاتورة الاستيراد. وحسب الخبراء فإن الحكومة تعيد صيغة جديدة لتنويع وارداتها وتعيد النظر في استراتيجيتها للاستيراد. الاتفاقية بين جزائر أوروبا هنالك اضطرابات، لأن ما يخفاش عليك باللي احنا درنا معهم اتفاقية رابح، واليوم ما هيش رابح، اليوم جزائر خسرة. لهذا الجزائر بدأت كما يقول لك تحسن في الدور تاعها في التجارة الدولية. هذا وبرر متتبعون لشأن الاقتصادي استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا يرجع لعدة أسباب، أبرزها تراجع الإنتاج الفرنسي من 20.9 مليون طن في عام 2019 إلى 13 مليون طن هذا العام، وإلى تحرر الجزائر من قيود اتفاقية الاتحاد الأوروبي.